موشي موش يا حلوين، رجعنا بحكاية لارا تودوال القسم 14. لو ما شفتوا الأقسام السابقة لازم تشوفوهم، والرابط بأول تعليق، ولازم نشوف عدد لايكات رهيب يستحق حبكم لهالملخص. قبل ما نبدأ صلوا على رسولنا الكريم واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وليتس جو. اعملي اللي انتي بدك اياه وانا رح اغادر. بغادر روبرت بحزن وبيتساءل، معقول لهالدرجة ما بتحبي تقضي الوقت معي او تكوني جنبي لدرجة رح تتركيني اروح؟ مع انه الكل انتقدني اني صرفت هالاموال على خادمتي، بس اللي قاهدني اكتر شي اني عملت هالحفلة حتى اعلن للجميع انه لارت ملكي وبتنتمي لي انا وبس، وانا لازم ما اخلي السيد بيلوس يعرض بنته للزواج. لو صار شي مثل هيك لازم امنعه باي طريقة. اصلا هي ليش حلوة كتير لدرجة انه كل الرجال مهتمين فيها، وما لازم اخليها تتزوج ابدا. بعرف انه بالغت اليوم بردة فعلي وانها احسن لها تلاقي شخص من هون، بس ما بدي. المهم هو طالع بيلاقي البطيخة الملكة واقفة ولابسة وردة حداد على موت الامبراطور، وبتحييه وبتقوله طالع كتير وسيم اليوم، شو اللي جابها ما بنعرف، وبنعرف انه هالبنت مو الامبراطورة معلش، وانما قريبتها الكونتيستا لوميل. وجاي باختصار تحرض روبرت ليقتل الامبراطورة، وقال على اساس تعمل انها جاي لتساعده وتقترح عليه بشكل مبطن يقتل الامبراطورة وارنوف والدوق واي حدا بيوقف بوجهه. لكن روبرت بيقولها مو حابب القصر الامبراطوري يكون بهالشكل، فبتحكي له بس لازم تستأصل كل الحبال الفاسدة. فبيقترب روبرت منها بشكل مفاجئ وبيقولها شو قصدك، فبتشعر بخجل كبير وبيقول انه الشي الوحيد اللي ايفا امه علمته اياه انه الجمال اله دور بالحياة، بس كل اللي بيكون شاغل باله وتفكيره هو انه ليش لارت لهلأ ما لحقته بعد ما عمل حاله زعلان واجت وراه. بينزعج من هالشي وبتصر لوميل تحكي معه وتقوله في اقتراح ضروري تسمعه، لكن روبرت مو مهتم انها غدرت بالامبراطورة واجت له. بكل الاحوال معتبر ما الها فايدة. وفجأة بينتبه روبرت على لارت اللي قاعدة عم ترقص مع الشباب ومبينة مستمتعة، فبتشعر لوميل بانتباه روبرت بلارت وبتقوله هاي بنت بيلوس صح؟ وللأسف فبيلوس بيعارض استلام روبرت للحكم ولازم روبرت يتعامل معه، لكن بيقول لو قتلته لارت مستحيل تسامحني أبدا. وبيحكي للوميل ليش عم نحكي عن خادمتي، ممكن نحكي شو بدك؟ فبتقوله الإمبراطورة ما رح تستسلم لو شو ما صار، حتى لو انت استلمت العرش برضو راح تضل تحاول تحصل عليه، وانا بعرفها كتير منيح وعندي مئات الطرق لأوقفها عند حدها، وكمان عندي طرق لأبين موتتها موتة طبيعية او حادث بالكتير، وما حدا راح يشك ابدا بالموضوع. بيبتسم روبرت وبيقولها كلامك مو عاجبني، فبتحكي له إذا ما بدك تتركها عايشة إذا الموت بحادث هو أنسب طريقة لتوقفها. فبيقولها روبرت في ناس بدهم إياها عايشة، وبيتذكر كلامه مع لارت لما سألها بدك إياني أكون قديس، فحكت له لا بس ما بدي إياك تكون طاغية، وطبعا لأنه غار عليها استخدم الخيمياء على اللي بيرقص معها ووقعه. بتستغرب لوميل وبتسأله معقول بدك تترك الامبراطورة عايشة؟ واضح اني فهمتك غلط وتوقعتك شخص مختلف، اذا هيك تفكيرك شكلك ما رح تطول بالعرش. فبيلتفت لها روبرت وبابتسامة بيقولها شكلك ناسية انه لسه فيني اقتلك صح؟ وأخليكي أنت تكوني عبرة للكل،
وبيقترب منها وبيحاول يخنقها وبيحكي لها لازم تنتبهي على كلامك منيح، أنا ما بحتاج لكلاب مرمية حوالي. بتتفاجأ لوميل لأنها فكرت إنه روبرت مثل أرنوف مجرد دمية وما إله شخصية حقيقية استخدمته أمه، لكن مع كل اللي عملته الإمبراطورة لزوجها بالنهاية اللي فازت عن جد هي إيفا، لأنه ابنها روبرت هو اللي تنصب على العرش. وبتحكي صح الإمبراطور كان مجنون، بس روبرت واضح إنه أكثر جنون منه، لأنه لو حكيت معه أي كلمة ما عجبته ممكن يقتلك. المهم بيقول لها روبرت، بس هي بترجع تنتبه إنه مهتم بلارت وبتحكي رح أثبت له إني صح، ولازم بس ألقى طريقة أقدر أروض فيها هالوحش هاد وبعدها رح يكون تحت إيدي. بينما روبرت بس بيكون عم يستخدم الخيمياء على كل شاب عم يرقص مع لارت لدرجة 5 من اللي رقصوا معها وقعوا، وبتحس لارت بالإحراج من هالشي وبتعرف إنه أكيد روبرت وراها المصيبة ومستحيل تكون صدفة، وبتروح لا تلحقه لما تشوفه فوق. وبنعرف إنه واحد من اللي إجوا رقصوا معها خبرها إنهم لقيوا حدا مهم من بيلوس مقتول، وإنه لازم تنتبه من الأسرة الإمبراطورية. طبعا هي بتعرف إنهم عم بيحاولوا يوقعوا روبرت، لارت فهمت هالشي. المهم وهي رايحة تحكي مع روبرت بتقابل ليتشي التافهة اللي بتبارك لارت حفلتها، وبتسألها لارت شو عم تعملي هون، فبتقول إنه الأميرة وليهن سافرين بالتالي عندها شوية مشاغل إجت تخلصهم. فبتقولها لارت بيكفي تمثيل، احكي معي بشكل حقيقي. فبتسألها ليتشي عن أي تمثيل عم تحكي وعن أي قناع، فبتقول لارت بلا ما نستهبل على بعض، أنا وياكي بنحب بعض ولا عمرنا وشقنا ببعض، وأنا حاولت أتبعك وأعرف لشو عم بتخططي أنتي ووالدك جوردن لأنه ما بوثق فيكي، أما أنتي فمن الأساس بتكرهيني. فبتقول ليتشي عن شو عم تحكي، أنا ما بكرهك. فبتحكي لارت بعقلها عن جد قديشك رائعة ليتشي، حتى اليوم لما كنت رح أموت كنت قلقانة وخايفة ومهتمة فيكي، خفت تنصابي بسببي، عن جد قديشك مريضة ورائعة. فبتحكي ليتشي بقرف، ما عمري كرهتك وما عندي أي مشاعر كره لإلك. فبتسألها لارت إذا شو المشكلة، هل الموضوع متعلق باللي بينك وبين ليهان؟ فبتحكي لها ليتشي يمكن، بس تعرفي شو أكتر شي بقرف منه هو جهلك وغبائك. تنصدم لارت اللي كل الفترة وكل حياتها حاولت كل جهدها ما تكون غبية مثل المرة الماضية، لكن ليتشي تحكي لها انت بعيدة كتير عن معرفة اي شي واي حقيقة وما بدي اياكي تدمري لي حبي. فبتحكي لها لارت ليهان لو بيحبك كان اعترف لك من زمان، فلا تتوهمي مشاعر مو حقيقية. تغضب ليتشي منها وبتقولها إذا حولتيني لعدو بيكون كأنه حولتي كل جوردن لعدو. فبتحكي لها لارت إذا لازم انتو اللي تخافوا. تسألها ليتشي هل عم بتهدديني؟ فبتحكي لارت تماما، لهيك حاولي ما تقتربي من بيلوس أبدا، لا انتي ولا أبوكي الفاسد. وبتغادر لارت وهي تحكي إنه ليتشي اقتنعت إنها مختلفة عن والدها، لكن هي فاسدة مثله تماما. المهم توصل لعند روبرت وبيفرح لما يشوفها وبيقترب منها وبيسألها شو اللي صاير معك، ليش انتي حزينة مثل هيك؟ فبتنكر وبتقول له انا مو حزينة، وبتسأله شو عم تعمل هون. فبيحكي لها هاد هو المكان الوحيد اللي بقدر اشوفك منه. فبتسأله لارت وليش لازم تراقبني؟ فبيحكي لها بلكي هربتي مني. فبتسأله لارت وليش رح أعمل هيك شي؟ فبيقول روبرت لأنه ما عندك ولا أي سبب لا تبقي هون. تتفاجأ لارت وبيحكي لها
بعرف إنك جيتي هون لحتى أحميكي إنتي وبيلوس، وبما إنه ما رح تسرقي التاج مني ولا العرش إذا أكيد إنتو بأمان، لكن لالارت أحلام مختلفة، كان نفسها بعد ما تحقق أمنيتها وتضمن إنه روبرت بصفها تروح لشي قرية صغيرة تعيش هناك ببساطة بعيد عن الكل وتنسى كل شي صار وكل شي عملته وشافته، لكن لسه ما فيها تعمل هيك شي لأنه روبرت مو متجهز، لهيك بتقول له لا تخاف ما رح أتركك، صدقني ما رح أغادر غير لا أتأكد إنه أنت صرت سعيد، فبينفتن روبرت فيها وبيقترب منها وبيقولها ما لازم تحكي هيك أشياء بدون مبالاة لأنك بتكوني حلوة كتير. المهم بينما لارت بتكون خجلانة بشدة من الموقف بتفوت توري عليهم وبتحكي لهم أوبس سوري، فبتتوتر لارت وبتقولها زمان ما شفتك، فبتحكي توري إنها كانت مشغولة ببعض المهمات من روبرت وبتتضايق إنه شافتهم هيك وإنه لارت صارت بهالوقاحة وبطلت حتى تنكر الوضع اللي بينهم. المهم تحكي توري شكله لازم أتعامل مع لوميل كمان، فبتسألها لارت ليش هل عملت لوميل شي، فبتبتسم توري وبتقولها بحبك لارت لأنك غبية بس لهيك انتبهي كتير منيح، فبتعرف لارت إنه هالتهديد لحتى تخلي روبرت يبقى مثل ما هو، لكن لارت مصرة تغيره لأنه روبرت يستحق السعادة. المهم تسأل لارت توري هل بدك تقتليني، فبتحكي لها توري ما بعرف بصراحة، فبتسألها إذا ليش ما بدك أغير روبرت، هل بتخافي إنه لو تغير يبطل يحبك أو يتعرف عليكي أو يتغير معك، فبتقول توري لا تحكي معي بهالموضوع، فبتحكي لها لارت حتى أنتي توري فيكي تتغيري لا تخافي فيكي تكوني أحسن وتكونوا أنتوا الاثنين سعداء عن جد، فبتحكي لها توري اللي جوا الشخص ما بيتغير حتى أنتي لارت لما تموتي وتصيري تراب برضو ما رح تتغيري. وبنلاقي لارت إجت للقصر القديم الرئيس المقفل وهناك عرفت إنه روبرت انولد بنص الصيف، أما تاريخ ميلاد توري فما قدرت تعرفه أبدا، وتذكرت حديثهم سوا لما حكت لتوري المعدن اللي جوانا ما بيتغير، لكن الهبلة لارت حكت لها بلا المعدن بيتغير بالحرارة والطرق والكيمياء، وبوقتها توري ضحكت من قلبها على غباء لارت، وكانت لارت سعيدة إنه شافتها بتضحك من وقت طويل. عكل حال بتبلش تفتح السجلات الموجودة بالقصر على أمل تلاقي شي يدلها على تاريخ ميلاد توري. المهم تقرأ عن تاريخ الإمبراطور السابق اللي قتل أخو ألكان وطبعا استولى على العرش، وبتعرف إنه كان ألكان يشتري العبيد ويوزعهم بالمملكة ويقدم لهم حياة كمواطنين، وإنه أول إمبراطور وإمبراطورة كانوا كتير مناح مثل القديسين، وإنهم هربوا من إمبراطورنا السابق المجنون لما صار التمرد واحتموا بشي مكان مثل الكهف لفترة، ولكن للأسف بعد كم شهر كانت الإمبراطورة حامل وعندها بنت، مات طفلها بالمرض بينما بنتها ماتت معها محبوسة بالغرفة وتم قتل الإمبراطور. الكل بوقتها اعترض واحتج الشعب على ظهور الأخ وأنه استلم الحكم، لكن الإمبراطور المريض السابق كان مجنون وقتل كل اللي اعترضوا لدرجة بقيوا بس النبلاء القلال اللي ما اعترضوا ولا فتحوا تمهم بأي شيء، ومن ضمنهم كان والدها بيلوس اللي شهد على كل هالمجازر وما حكى شيء. تستغرب لارت ليش والدها يعمل هيك وليه سكت على الظلم. عكل حال بيلاقيها لويس وبيسألها شو عم تعملي هون، تعرفي انه ممنوع تفوتي لهالقصر المغلق، فبتسأله هل عم تلحقني، فبيحكي لها اكيد لا مو فاضي اتبعك بس شو كنتي عم تعملي بهالمكان، فبتخبره
إنها كانت عم بتدور على تاريخ ميلاد توري، فبيقولها أتوقع إنها انولدت بالخريف. فبتسأله يعني هل حضرت ولادتها؟ فبيقولها الموضوع غريب وخليني أرجعك للقصر. وبيقترب منها وبيهمسلها، أوعك ترجعي تيجي هون مرة تانية، هاد ما كان وجود ألكان الإمبراطور الأول. فبتسأله وكيف كان هالألكان؟ فبيقول كان إنسان صالح بس إمبراطور فاشل، وهو اللي دمر مملكة بنربي، وكمان ما قدر يصمد بوجه أخوه مع إنه عارف إنه رح ينقلب ضده. عكل حال تسأل لارت لويس هل في أي تحركات من الإمبراطورة أو الدوق؟ فبيقولها لا، حتى لو بدهم ما فيهم، لأنه روبرت اشترى كل المرتزقة بفلوسه، ومن الأساس الدوق ما كان فيه يعمل أي شي لأنه جيشه بالحقيقة تابع لروبرت. المهم لارت بتكون عم بتفكر بروبرت وحالته وقبول الشعب أو رفضهم لإله إنه يستلم العرش، ولكن اللي ما بيعرفوا عن روبرت هو إنه الكولونيل بارباروسا اللي ساعد الدولة بشكل كبير خلال الحروب لتفوز، بالتالي هالشي أكيد رح يحقق له الشعبية المطلوبة ليصيروا أنصاره، ولهيك طبعا روبرت معه أموال كبيرة. وهذا الكلام بتكون عم تتناقش فيه مع لويس وبتسأله كيف لهلأ كل الشعب ما بيعرف بالأشياء اللي بتحكيها؟ فبيقولها لأنه الشعب بنربي ما بيعرف بشي اسمه الخيمياء، ولهيك روبرت متفوق. وطبعا منصب الإمبراطور هو منصب خطير جدا لأنه الكل عينه عليه وبده إياه، لهيك لازم روبرت يدير باله من أي حدا ممكن يحصل عليه مثل الإمبراطورة أو أرنو فوتو. وعلى كل الأحوال يحكي لها إنه في إشاعات بتحكي إنه الأمير الأول ابن أكان لسه عايش. فبتقول لارت بس اللي قرأته إنه مات من زمان بالغرفة، لهيك لو كان هالشي حقيقة برضو ما حيأثر على روبرت ولا حيخليه بحالة خطر. فبيستغرب لويس من دعمها لروبرت وبيحكي لها انت كمان مخلصة لإله؟ فكرت بس هو اللي مخلص لإلك، بس شكلي طلعت غلطان. فبتسأله لارت شو بتقصد؟ عاكل حال ترجع لارت لغرفتها لتلاقي روبرت قاعد فيها، وبيسألها وين كنتي لهلأ؟ فبتحكي له كنت عم بتمشى مع لويس. بس شو اللي جابك لهون؟ فبيسألها ليش كنتي عم تتمشي معه؟ فبتحكي وهاد كمان ممنوع؟ فبيقولها ممنوع لأنه ما بحب هالشي. فبتقول له إذن اتزوج وحل عني. فبيسألها روبرت اتزوج من مين؟ فما بتعرف شو تجاوبه. فبيلحقها وبيقولها لو ما بدك حدا يفوت على غرفتك إذن سكريها منيح. المهم يحكي لها إنه الملكة أرسلت رسالة للدوق إنه يتحرك هو بجيشه. تتفاجأ لارت لأنه هاد خلص دليل على الخيانة، وهيك روبرت يقدر يقتلهم دغري وينهيهم. بتخاف وبتقوله يمكن هالطعم ليوقعوك. فبيحكي لها ما بيهمني. فبتقول صح لأنه بكل الأحوال صار بيمتلك الدليل، وهالشي لحاله كافي إنه يعاقبهم عليه. وأصلا يمكن الناس تتعاطف مع روبرت بزيادة لو عرفوا ماضي وقدي عانى من الإمبراطور وشو اللي صار له. وكمان طبعا فكرة إنه البارباروسا راح تخلي محبوب بلمح البصر. المهم بتسأله طيب شو اللي بدك تعمله؟ فبيسألها شو اللي بدك إياني أعمله؟ فبتقوله بدي إياك تكون رحيم. فبيسألها أكون رحيم على ناس عم بيخططونا للشر وبدهم يقتلونا؟ فبتقول بس مو أرنوف الغبي هو الخطر الحقيقي. فبيضحك روبرت على كلمة غبي، وبتفكر لارت وبتحكي إنه أرنوف كان شخص محبوب وأمير محبوب، بس مع هيك ما عينه الإمبراطور كولي العهد ولا عمره حبه، وبالحياة السابقة انعدم بعد ما ماتت الإمبراطورة بحادث، وهلأ الناس كمان حبت روبرت بعد ما حسوا لطيف ومو مرعب مثل ما كانوا بيتخيلوا.
لهيك لارت ما بدها الشعب يكره روبرت وينقلب ضده، لهيك بدها تخلي يتحكم بأعصابه وبتقول له بخاف يتم انتقادك، فبيقولها أنا ما بخاف من هيك أشياء، فبتحكي له بس لازم تخاف لحتى تكون إمبراطور محبوب بين شعبك، فبيقولها طيب ولو صرت إمبراطور حكيم ورحيم ومحبوب مثل ما عم تحكي هل راح تتقبليني أخيرا؟ تتفاجأ لارات وبتقول له أعمل هالشي وصدقني وراح تلاقي حب كبير يخليك تعيش سعيد بحياتك، أعمل هالشي كرمال شعبك وكرمال نفسك وراح تلاقي الراحة اللي عم بتدور عليها. فبيسألها هل عن جد مهم أكون إمبراطور رحيم لدرجة إنه أخاطر بحياتنا وأترك التهديدات؟ فبتقوله لارت لا تنسى ليكون الشخص إمبراطور بده 3 شروط، السلالة والثروة والقوة، وهدول بينطبقوا على أرنوف الدوق وما بينطبقوا على الملكة، وراح نلاقي طريقة لنكون حريصين فيها ونخلصهم من هالمواصفات بدون القتل. وبما انه الملكة ولا شي بدون ارنوف لازم هو اللي نشتغل لنوقفه بالشكل اللي يبينك اكتر امبراطور حكيم ورحيم قدام الجميع بس مع تحطيمهم. وبهيك بنكون وصلنا لنهاية القسم 14 من حكاية لارت وروبرت. ما صار الوقت ليعترف روبرت، يمكن بالقسم الجاي. لايك ورجونا حماسكم السفاح على المقطع. بنشوفكم بملخص جديد ولوقتها سايونارا.